يا وزير الدولة، بكلفك من دلوقتي باختيار مكان مناسب لبناء صرح عظيم يحمل اسمي ويخلده لسنوات. هيبقى صرح عظيم يخلد ذكراك. مظبوط. بعد الانتهاء من بناء الهرم عندك مهمة ما تقلش أهمية يا إم عتب، الإشراف على كل ما يخص المجموعة الجنائزية والهياكل الاحتفالية الخاصة بيا جوه الهرم. طبعا يا سيدي. بس إيه رأيك في الخطة؟ ولا أحسن ساحر؟ خطة إيه يا سينو؟ أنا اللي قلت لك عليها وأنت ساعدتني. أيوة صح، بس ما تنكرش ان المعلومات اللي قلتها لك هي اللي نجحت الخطة. انا مرضتش اقوله انه هيبني الهرم في منطقة سقارة وان في هرمات هتتبني بعده اكبر واضخم، خفت يزعل وما يبنيش الهرم. صحيح، تفتكروا هو لو ما بناش الهرم لما نرجع هنلاقيه في مكانه ولا لا؟ متهيألي لا، هيبقى ما تبناش من الاول. الموضوع ده لازم له تفكير.